بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. أي واحد في الدنيا يا جماعة لازم يبص لمهنته من زاويتين، هل هي علشان يكسب فلوس، ولا هو كمان جوه مهنته دي صاحب رسالة، يعني عنده حلم عايز يحققه من خلال مهنته دي، ولا هو عايز يحصل قرشين ويعيش بيهم وخلصنا على كده. أنا بحكي القصة دي بالذات على الفن، هل الفنان صاحب رسالة، ولا الفنان علشان هو شاطر في أداء الأدوار الدور اللي هيجيله بيأديه وخلاص؟ طب سؤال أصعب، مين يعيش أكتر؟ يعني إيه يعيش أكتر؟ يعني يفضل الناس فاكرة أكتر بعد ما يموت بسنين طويلة، هل اللي بيأدي أدوار وخلاص، ولا اللي عايش وعنده حاجة نفسه يعملها؟ أنا هحكي لكم النهاردة قصة فنان. هو الفنان دون كانت الإمكانيات عنده بسيطة جدا جدا جدا، لأن السينما في وقته كانت ضعيفة قوي. مين هو؟ تشارلي شابلن. كلكم عارفين تشارلي شابلن، وكلنا اتفرجنا على تشارلي شابلن أيام السينما الصامتة، يعني ما كانش في حد بيتكلم، يعني محتاج يمثل فيلم كامل لمدة ساعة من غير ما تسمع صوته. تخيلوا أنه هو لسه شهير إلى الآن ومن الرموز العالمية للسينما، تشارلي شابلن لسه عايش، في حين أن ممثلين كتير بعد التقنيات العظيمة الجديدة ماتوا واتنسوا وانتهوا. انتوا متخيلين ان في الميادين العامة في اوروبا لغاية دلوقتي وانت ماشي في الميدان تلاقي شاشة محطوطة كبيرة، والشاشة دي عليها فيلم تشارلي شابلن، واحيانا تلاقي السياح وهم بيتمشوا في الميادين العامة يقفوا، وانا ساعات حصلت معايا تقف وتبقى عايز تتفرج على الفيلم، مش عايز تروح مشوارك ولا عايز يعمل شوبينج، لا ده عايز يقعد يتفرج على اللقطة دي من تشارلي شابلن. ياه، هو عايش لغاية النهاردة. احنا سنة كام؟ 2014، وتشارلي شابلن اللي من 1914 ولا من 1920 لسه عايش لغاية دلوقتي. ليه عايش لغاية دلوقتي؟ اصله كان صاحب رسالة. ايه؟ لا، هو مش كان بيمثل وخلاص ابدا. تشارلي شابلن جه في الوقت بتاع الثورة الصناعية والمصانع والإنتاج، وعايزين نخلي الإنتاج عنيف وكبير في أمريكا وفي أوروبا وفي إنجلترا، فالراجل بدأ يحس إن العمال بقوا غلابة ومظلومين ومضطهدين وبيتعاملوا أسوأ معاملة غير دلوقتي. وكان الراجل ده من الأسباب إنه عمل مجموعة من الأفلام بتدافع عن العمال، وكان هو بيطلع في الأفلام دي كلها عامل غلبان، ويطلع إزاي إن العيشة جوه المصنع وفي وسط المكن ومفيش وقت كافي للراحة والأكل تعبان وبيتعاملوا مع البني أدمين كالمكن، خلاه يعمل أفلام كوميدي مضحكة جدا بيتريق فيها على الوضع دون، لكن بيحسس الناس إن في قضية. ازاي تضحك الناس وانت صاحب قضية؟ ازاي تمثل تمثيل رائع وانت صاحب قضية؟ ازاي عمرك يعيش طويل؟ يا جماعة، يا ناس يا اللي بتسمعوني، يا فنانين، يا سواق التاكسيات، يا محامين، يا مهندسين، شيء جميل انك تكسب فلوس، بس الاجمل انك وانت بتكسب فلوس تبقى بتأدي رسالة. تشارلي شابلن عايش لغاية النهاردة، يا ترى مين اللي بيموت بسرعة ومين اللي بيعيش طويل لأنه كان صاحب رسالة ويضمن بسمة أمل لأحفاده وأحفاد أحفاده لأنه عاش طويل؟ شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.